أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من حلقات الكريزي تاكسي، والحلقة دي اسمها حلقة مرض الكلب. جامعة الدول فين؟ جامعة الدول. تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور يا باشا، صباح النور. فين جامعة الدول؟ جامعة الدول. شوف سجارة؟ لا يا غالي، ممكن اديني الغرفة. فين؟ من ناحية مش مشكلة. هو حضرتك فين في شارع جامعة الدول؟ اوصل بس هناك وانا معاك كبريت؟ في حد مستنيني هناك. معاك كبريت انت؟ مش كاترينا. لا عفو خلاص. انا كعان انا. جعان؟ ما انا بحس ساعات بالجوع كده في الحل، بحس بالجوع في الحر. جعان ولا مهبط؟ مهبط. اصطبحت فهبط؟ لا مش مصطبحت. ما اصطبحتش؟ يبقى عشان كده بقى. ما اكسد كده تبقى ما اصطبحتش. انت سيبون اول سيبون، تاني سيبون معانا. تاني سيبون. تاني سيبون. لا ما هو بالشكل دوت هيبقى اخر الزبون بالمشي اللي انت ماشيه. لا مش حابب كده، لا مش حابب كده، مش حابب كده. قول يا رب، قول يا رب، مش حابب كده. يا رب؟ مالك؟ مالك يا عم، في ايه على الصبح؟ انت شارب ستروكس ولا ايه؟ انا تعبان والله، تعبان. شارب ستروكس؟ تعبان، كان عندي مرض. لو انت شارب ستروكس قول لي عشان ما اعرف افوقك. لا انا كنت تعبان. امال مالك؟ تعبان ازاي يعني؟ انا نسيت. ايه يا عم؟ انا سمع يا قطع، انا تعب بقوله ده. بتاع ده؟ معلش بحط اكل، اكل بتاعي. اكل بتاعك؟ اكل بتاعي. هذا ايه ده؟ هذا عظمه. ايه يا عم؟ دي عظمه يا عم. عظمه خفت غطي يا عم. انت بتاكل عظمه؟ انت فيها الصبح مالك؟ طب بقول لك ايه، نزلني هنا. لا مش هتنزل. هو ايه اللي مش هنزل؟ انت في ايه في دماغك على الصبح يا عم؟ بقول لك نزلني. في ايه؟ ما خافش. ايه هو بس كده؟ ايه ده؟ خافش. مالك يا عم؟ في ايه على الصبح؟ انت في حاجه في دماغك؟ لا ما هو ده يا اما ستروكس يا اما انت بتستعبط. في ايه؟ انا ما خدتش الحقنه. خدتش حقنه. ايه؟ خدتش حقنه. حقنه ايه؟ هاو. هاو ايه؟ هاو دي هاو. هاو هاو. هو الاستراس ودانا في داهيه. بس حبيبي بس سوق يا بابا. يا عم سوق مالك؟ في ايه؟ ما انت كنت طبيعي اول ما ركبت. هاو ايه؟ بس حبيبي بس يا ابني. بس مالك؟ في ايه الصبح؟ بس يا بابا بس حبيبي بس. ايه ده حبيبي؟ ايه ده يا بابا؟ تعبان. ايه ده حبيبي؟ حبيبي تعبان. صبرنا يا رب. انا خدت ستروكس. شارب ستروكس؟ مش هشرب ستروكس. امال مالك؟ في ايه على الصبح؟ يا ابني مالك؟ ما تجننش امي، انا معايا شهادة مامي. اطفال اوعى يا عم كده. مالك في ايه؟ مالك يا عم؟ في ايه على الصبح؟ ايه اللي ايه ده؟ ماله؟ في ايه؟ فك ايه؟ ايه ده بس؟ ايه ده؟ وانا بتكلم مع بني ادم ولا بتكلم مع حيوان يا عم؟ في ايه ده وهو على الصبح؟ ايه ده ازاي يعني؟ في ايه؟ ما تفهمني يا عم. يا عم ايه ده شويه؟ ايه ده؟ ايه فهمني؟ تقعديني ايه ده اهو؟ فهمني بقى في ايه؟ ايه ده انت شويه؟ هو انت تعرفه؟ ايه ده؟ هو انت تعرفه ولا تفهمني؟ انا عارفه ايه ده شويه. يعني ايه عارفه؟ ماله بقى؟ ايه؟ انتوا دي الشله مجانين مع بعض؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ الساعه 11 جاي. هو ايه اللي انت عامله ده؟ النوبه الكبيره جايه. نوبه ايه الكبيره؟ النوبه الكبيره جايه. لازم اخلع. لازم تخلع. تخلع ايه؟ في ايه؟ النوبه الكبيره جايه. يا ابني اقف يا ابني يا حبيبي. استنى يا بابا، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انت روح فين؟ انت روح فين؟ ما قلت لك زفت جامع الدول. عايز ايه؟ نياو. انت بتهوهو ولا بتناونا ولا انت ايه نظامك بالظبط؟ نياو. نياو؟ في ايه؟ نياو. ايه هنا مالك؟ في ايه؟ عايز ايه انت على الصبح؟ يا عم ما تنزلني يا عم الركوبه الزفت دي، مفيش طقوسه غيرك. نزلني يابا، نزلني يا عم الحاج. يا عم اقف فينا، نزلني. هتودينا في داهيه، هتحبسنا في حاجه. يا عم انت في ايه واللي انت عامله دوت؟ اقف يا حبيبي، اقف يا بابا، اقف يا بابا، نزلني. اقف يا بابا. ايه اللي نزلني؟
يا عم هو يا عم كده نزلني يا عم تفكير مجنون هو يا جدع انت مجنون ولا ايه يا عم عرفتي مالك فيها الصبح اوعى كده بقى اوعى يا عم كده اوعى يا عم افتح الزفت ده نزيع ولا منزعش لا يا عم زيع مع انك فرحتني وطلعت عين امي بس يا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت هتعمل ايه يا اسطى ايه اللي بتعمله ده مسا ايه وبتاع ايه لا لا معلش انا في الحاجات دي يا عم لا لا معلش في الحاجات دي مصطفى على ما اسمع اللي حس فيها انا يا اما لا لا مالناش في الكلام طب ده طب بلاش ادي لك استفيد شنكني بس اقعد برجني يا عم خليها لنفسك انت خليك انت فيها يا عم بلاش انت شكلك ادفي السيجاره دي يا اسطى كده عشان انا ما بحبش ريحه السجاير اساسا يا عم انت من شوائي شكلك انت ماكي خد بقه وهتنزل بعد منها تزق يا عم ممكن ما نعرفش ننزل اساسا منك بطريقتك دي لا 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 يا عم ربنا يستر علينا يا عم خلاص بقى اخوك الدنيا جايه عليه قوي يا عم جاي عليك طب راي اكل عيشك اللي انت فيه دوت ما تشربش يا عم عايز انسى تنسى ايه بس؟ عايز انسى اقسم بالله تنسى ايه حرام عليك؟ ده منين يا صاحبي؟ انا من المهندسين كداب لا من المهندسين اقسم بالله ما تقولش كداب بس يا عم انت من ارض اللواء يا عم ما تقولش كداب انت من ارض اللواء يا عم ما تقولش كداب لا يا فين المهندسين؟ جامعة الدول مش بقولك كداب اقسم بالله يا ابو يا بص البتاع بص قول هو انت مش داريان انت بتعمل ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه يا عم بكر انا حظي جه معاك ولا ايه مش عارف والله يا عم انت الدنيا جايه عليك الحمد لله يا عم على كل حال مش عارف الحمد لله ولا بنشرب ولا حاجه يا عم بص للطريق بدل ما تعمل فينا حادثه يا عم يا عم اعمل فينا حادثه يا عم بقول لك ايه الراجل ده مش هيوريه عايز اخده معانا هاتوا يا عم معانا وخلاص. معلش اصلا ممكن تاخدني معاك لاخر الشارع؟ تعالى صح تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش انا اسف بس لحد اخر الشارع على بعض اصلا. ولا يهمك ولا يهمك. يا عم ماشي ده اوديك اخر الدنيا. ايه عمال يشرب من ساعه ما ركبت معاه مش عارف ماله. ايه يا اسطى؟ يا عم الدنيا جايه عليا قول يا جدعان. معرفش في ايه يا اسطى انت عايزنا نشرب بالعافيه يا عم. يا عم انت عيب يا اسطى اللي انت بتعمله ده. يا عم ايه يا عم لا عيب اللي انت بتعمله في ناس راكبه معاك ناس محترمه راكبه معاك يا اسطى يا عم انا مش عارف فين في ناس راكبه معاك يا اسطى عيب روح اكل عيشك ايه اللي عيب يا عم روح اكل عيشك ايه اللي عيب عيب يا اسطى ان انا اشرب لا ان انت تشرب لوحدك حبيبي قلبك ايه يا باشا انا صاحبك كمان بقول لك ايه خلي بالك انتوا مع بعض ولا ايه اللي جايتكم يا عم لا خلاص احنا الكيف بيجمع ايه يا باشا اخويا تشرب لا لا يا عم مش عايز يا عم شباب الاثنين مع بعضيكم ماليش فيه يا عم انت هتنزل فين انت عايز تنزل فين اشرب طيب خلاص نزلنا اخر الشارع لا 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 مش هشرب يا عم انت ما تخليناش بقى نتنرفز عليك يا عم تتنرفز على يا عم اتكسف من مين انا ما بشربش امال مالك ماليش في الشرب انا اشرب وانت لا اشرب وانتوا معانا يا عم مش عايز اتكسفت لي انت اتكسفت كاني اتبسطت انا اشرب عشان اللي اتكسف من بيت عمه ما يشربش يا عم انا مش عايز اشرب اشربوا انتوا مع نفسيكم انا مش هشرب بص يا صاحبي انا مش هحلك يا عم انا يا عم انا مش هشرب هتوصلنا ولا هتعمل ايه يا عم انت هتشرب لا يا عم مش هشرب ايدك جنبك بس يا اسطى عشان ما تخليناش نتنرفز عليك يا عم انت ما تعرفش يا عم يا عم مش عايز يا عم سيبني في حالي يا عم ما تخليش نرفز عليه نرفز يا عم سيبني في حالي يا عم انت يا اسطى خلينا انزل امسكهم يا سيدي اوعى تسيبه مش هحل اشرب انبو اشرب انبو يا عم اوعى يا عم مش هخش النار لوحدي يا عم اوعى ما اخش النار لوحدي فرقتني يا يلا يا عم انت يا اخي اقول لك على حاجه يلا يا على الحرام من اهي يا عم نذيع الحلقه دي نذيع اعزائي المشاهدين واهلا بكم في حلقه جديده من الكريزي تاكسي وحلقه تخلق من الشباب 40
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الدماغ، صباح القطه، وصباح الانا والطروق. انت جميله. بقول لك ايه؟ اتفضل. احنا ما اتقابلناش قبل كده. مش واخد باله والله. لا بيت انت تعرفني كويس. معلش مش واخد والله تعرفني كويس. ارجع كده بالذاكره 7 سنين ورا. انا ما كنتش في مصر. ها ما انت ما كنتش في مصر فعلا. ايوه ما كنتش في مصر. هم انت هبقت ال 100,000 جنيه مني وخلعت بدمات. نعم. نعمل عليه تمر ايه؟ ايه يا عم انا كنت مع شمس الزناتي ولا ايه؟ بالظبط كده تمع الزناتي بقى تمس الزناتي لسه زي ما انت متهتضرايق. ايه؟ ان ايوه انا النسال انا اللي نسال برعي. ايه اللي مكتوب هنا ده؟ ملع الحرامي. عشان عمري ما هنساك وهفضل غرزك هنا على الدراع. انا فايق يا باشا. لا يا حبيبي يا سبحان الله الدنيا بتتكلم واحد من امبابا ما بتكلمش واحد تقول لي مش عارف. لا يا حبيبي امبابا دي على حالك وعلى انا ده انا حقي يا راجل يا راجل ده انا جالي الاسطومه. ايه ده بس ده انا جالي الاسطومه في الاوليه. ايه ده يا عم ده انا حصل لي الياسه منك. طبعا الناس الحلوه اللي بتشرب الاستروكس ولا ايه؟ لا الاستروكس ده انت اللي عملته معايا زمان وعملته معايا. احطك في شنطه العربيه والله ولا تعرف تحطني في شنطه العربيه. احطك في شنطه العربيه اسمع اللي بقول لك عليه. ثانية واحدة بيتا هنعرف دلوقتي كل حاجة. أنت تعرف وإحنا نعرف وكلنا نعرف. ثانية واحدة بيتا. يا دودة. دودة. أنت فين يا دودة؟ تعال لي يا دودة. المعلم. تعال بس مفاجأة كبيرة مفاجأة كبيرة. تعال يا دودة. تعال يا دودة. دودة مين يا حبيبي يا أبو دودة؟ هتعرف حالا. مين ايه يا حبيبي يا بيتا؟ سبحان الله يابا ال 100,000 جنيه مش هحل. اوعى بس الحرامي على الحرام من جنيه ما هحلش. مرعي يا مرعي انا صاحبه اهو صاحب 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 اللي مزعل مرعي الحرام. طلعوا لي طلعت بقى صوره من جيبه كده بالصوره معايا مرعي. ايدك جنبك بقول لك عشان انا بتروح مني بتروح مني. ايدك جنبك يا عم بتروح مني. اسمع اللي بقول لك عليه انت اهو يا عم اللي بتروح منك كتير. بقول لك ما بتغيب منك خلاص بتغيب منك وتيجي عندي. اسمع اللي بقول لك عليه. بص قدامك بتروح منك بص قدامك. ايه ده على حالك. اسمع اللي بقول لك عليه يا عم. بص طمني اهو طمني اهو. انت منين يا ال 100,000 جنيه؟ انت بتكلم مين؟ طمني يا انت عارفين انا انتوا بتتكلموا مع مين يا مرعي الحرامي؟ عارف مرعي مرعي الحرامي اهو اهو مرعي الحرامي. انا هعرفك مرعي الحرامي اهو بابا انت هتجوط انت نطاط. ايه يا بيشو؟ بيشو هات لي الرئيس جمعه وتعالى لي الرئيس جمعه. ايه ده بس كده مرعي يا حرامي تعالى يعني خليكم معايا عشان انا بقيت شله نصابين. تحلت انت اللي نضمت. بص قدامك هتضيعنا. تعالى لي بسرعه. طب يعني اقول لك انا فين؟ ابعت لك اقول لك انا فين؟ انا هاخدك في الخرابه. خرابه؟ هاخدك في الخرابه. انا مين ابو خرابه؟ هتمضي على الوتولات. وصلات ايدك يا ابني. ايدك يا ابني. هتمضي على الوتولات ولا ايدك يا ابني. ايدك يا ابني. ايدك يا ابني. خلاص ده انا رحت يبقى هروح فيه. ايدك يا بص هروح فيه. ايدك يا ابني بقول لك عشان انا ما اطلبش مني. مرعي يا حرام. ما اطلبش مني. اوعى تعيش دوري. والشغل دوت ورع يا عم شمس الزناتي. ايدك ايدك بقول لك ايدك يا لا 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 حركة ايه؟ حركة ايه؟ ايه ده؟ بص انا مش ينفع كده؟ طب ينفع كده؟ تضربني؟ ينفع كده؟ حركة ايه؟ مفيش حاجة احنا بنهزر معاك. بنهزر معاك والله. مين بص مفيش حاجة. ها ده؟ مفيش بنهزر والله. من هنا؟ بص بص دي كاميرا دي كاميرا. دي كاميرا والله. دي كاميرا خفية. برضه ثانية كاميرا خفية والله. كاميرا خفية والله. عملوا عليها شغل يا؟ لا والله أبدا بنهزر. ركبني تاني وتقول لي إن الشاب برعي مش عارف مين شاب ده. ما هو هزر معاك والله. كاميرا ايه؟ كاميرا خفية. أنت كنت بتهزر. أوعى عليك يا نزيع الحلقة دي ولا منزيعهاش؟ حبيبي يا باشا زي